ما زلنا مستمرين معاكم في التغطيات هنا في هذه الحديقة اللي غيروا اسمها إلى المدينة بارك، وعندهم فعاليات وعندهم أركان الأسرة المنتجة وعندهم كافيهات ومطاعم وعندهم جلسات عائلية. طبعا الحديقة هذه مشهورة في المدينة المنورة على سفح جبل أحد، اسمها حديقة الأمير محمد بن عبد العزيز. تم تطويرها وتحسينها من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة، والآن عندهم أركان جلسات عائلية. طبعا الحديقة ما كانت زحمة في هذا الشكل قبل كذا، وصارت الآن مزدحمة وفيها عدد كبير جدا من العوائل، وطبعا فيها خصوصية وأمان تام، وفيها حراس أمن، وفيها المنظمين الخاصين بهذه الفعالية اللي بدأت قبل يومين. حتستمر الفعالية هذه إن شاء الله لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد. طبعا الهدف من هذه الفعالية تحسين الأماكن الترفيهية في المدينة المنورة من خلال الحدائق العامة والأماكن التجارية. طبعا احنا قلنا قبل شوي هناك أخذنا لكم تغطيات على أركان الأسرة المنتجة، والآن متجهين إلى وسط الحديقة ناحية المسجد، وبنشوف بقية الأركان والكافيهات الموجودة، وفي عندكم ركن خاص بألعاب الأطفال الحركية ونتعرف عليها وناخذ فكرتها وبكم أسعارها ومتى متواجدين ونعطيكم فكرة، وبعدين انتوا بطريقتكم شوفوا انه المكان ده يستاهل انكم تيجوا او لا. شوفوا التغطيات وشوفوا السنابات وشوفوا الصور وبعدين حددوا واختاروا. طبعا المكان مليء بالعائلات عشان كذا ما اقدر اخذ راحتي بالتصوير. الآن أنا في هذا الممر، ممر الورود. هنا عندكم مرافق متكاملة ومتواجدة. أفضل وقت التصوير طبعا في النهار، لكن أنا جيت من النهار كنت جالس أغطي، وصلت عندهم هنا إلى الليل، وإن شاء الله هنيجيهم برضو في يوم ثاني وفي وقت مناسب أكثر من كذا وما يكون في عدد عشان ناخذ لكم لقطات أجمل وأحلى.